سيك كنتي سبوبو خرجتي الفردة بقيتي بنفس الفلو وخادي الشوت شوت خبول البرو تحت من كندا قوز لغلطين غزو نعربتي فين غادي يجي بقي بوس حال حال توك توك لبغاية تكتب ربي كيشي دور نعفاك برو السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم راب ان ذا كار. في هذه الحلقة معنا ذا رابر دريزي اللي غبر علينا بزاف. One second bro, I'm not a rapper. You are not a rapper. I'm an artist making out for rapping. واخا نعاودو هادشي. معنا واحد الارتيست اللي كيعرف يرابي معنا مستر دريزي. توحشتك والناس كاملين توحشوك حتى هما حيت غبرتي علينا. نو خدام كنوجد اخويا ما تخافش عليا. لا صراحه دابا ملي جيت عندك دابا بنتي لي غبرتي ولكن اكتشفت انك ما غابرش على والو تكي على واحد المخده عامره تراكات. ماشي قصه تراكات. شوف احنا ذا بروبليم اللي طرات هي انا وانكول احنا ثلاثه تراكات وتشهرنا ياك. انا بالنسبه ليا ما كنتش واجد ارتستيكلي ما كنتش لاقي راسي في الوقيته ديال يلا بوزيت فهمتي في بلاصه بوزيت وما عارفش شنو باغي ندير. نتي واحد الصباح لقيتي راسك داير فهمتي ماشي قصه نتي واحد الصباح راه خدمتي باش توصل لهذا الشيء ما جا بالزربه فهمتي. سو كان خصني نرجع للور ونحاول نتعلم شويه برودكشن شويه بزاف تلعيبات نقلب على راسي فين انا حاج كتشوف حطيت تراكات بزاف ديال لي ستايل فهمتي. فاش وصلت الوقيته اللي بغيت نخدم الالبوم خدمت الفيرجن زعما الفيرست فيرجن وما عجبتنيش ما كنتش ساتيسفايد بها مسحتها كامله خدمت سكند فيرجن حتى هي اللي كانت غرينغو لاند انت سمعتي هذاك الالبوم كان خصو يخرج ومسحته ورجعت خدمت دابا على نيفل ليم اللي هو كنظن انا اول مره نكون ساتيسفايد من شي بروجيكت ديالي 100%. شنو سميت هذا الالبوم هذا اللي سمعت فيه دابا؟ سميتو نيفل ليم. نيفل ليم؟ نيفل ليم بالام. نيفل ليم اوكي. شنو كتعني هاد نيفل ليم؟ هي واحد الاسطوار في الايبرو ياك كدوي على واحد العماليق اللي كانوا هاف ديمونز هاف بشر فهمتي. وانا في الالبوم كنت نص دريزي ونص غيت ودريزي كان ذا رابر وغيت كان ذا ارتست. سو شفتك واحد لقيتك خربقتي واحد لقيتك وليتي ما عرفتيش واش ترجع دريزي ولا تخلي. لا ما كنتش مخربق. شوف ما كنتش مخربق. شوف انا اي حاجه كتشوفني كنلوحها راه شي خطرات كتشوفني كنلوح تراك وكنمسحو في النهار كنكون كنجرب شي لعيبات باغي نشوف شنو الببليك يقول عليهم فهمتي. يعني دابا نقدر نقولوا انا دريزي مازال ما لقاش راسه. نو خويا دابا لاقي راسي. دابا لقيتي راسك. شوف بصراحه ما عمرك كتقول لقيت راسك حيت ديما كديفالوبي فهمتي. مي دابا انا مرتاح في هادشي اللي كندير وصافي هذا هو المعنى. واخا كنت قلتي لي دابا انك ضربت ثلاث تراكات شهرت واش حليوه كان عنده السبب في الشهره ديالك؟ برو دابا هذه هي الاشكاليه اللي كيبقى يدوي عليها بزاف. انا فاش تلاقيت حليوه كان عنده 30000 ابوني كان هو كيقلب باش يتشهر فهمتي. سو ما غاتقدرش تقول حليوه ما غنقدرش نقول ماشي حليوه كانت تيم وورك اللي كانت في هذيك الوقيته. تيم وورك هي اللي تفرقعاش كامل. هي اللي تفرقعات يعني كامل. واحد زعما انكو ضربتها ماره انا ضربتها ماره حليوه ضربتها ماره طوطو ضربتها ماره الويند ضربتها ماره كان كيسجل ويميكسي ويتقاتل. سو كل واحد في هذيك ليكيب كان كيدير شي حاجه في هذيك الوقت. هادشي علاش كنظن بزاف وصلوا مي ابخي فاش تفرتكات ليكيب كاين اللي بقاو حاصلين فهمتي. كيفاش بقاو حاصلين زعما؟ ما داروا والو بزاف فهمتي. كاين واحد النوع كاع ار وانا سي نيمز الصاد باش ما نتسماش كنعرف شي واحد مي الفيلم كاين اللي ارتستيك اللي توضر فهمتي. مابقاش لاقي راسو مابقاش عارف شنو يدير. منهم انا واحد الوقيته راه اوز ما عرفتش شنو غندير في الاول. صافي تخربقتي من تفرت كتيم شنو درتي من تفرت كتيم؟ ماشي تفرت تفرت كتيم راه لحقت موراها اي بي ماشي موراها اي بي ام ساتيسفايد دار لي 20 مليون تراكات ديالك 3 طون ومن بعدها لحقت شيطانه وتراكات لي ام ساتيسفايد بلا سبونسر بلا ماركتينغ بلا والو داروا 5 مليون 6 ام جود فهمتي. زعما عاجبني الحال حيت ما درتش ايفورت اصلا باش نلقى ذاك الريزولت وعجبني الريزولت اللي لقيت. واخا كنتي انت ولا كوني دايرين جروب سميتو ايسيس جانج ياك؟ ايسيس جانج شنو هو السبب ديالها باش مابقيناش كنشوفوها؟ خويا شوف غنقول لك واحد جوج كلمات وغنخرج من هذا الموضوع في خطره. تقدر تدوي معايا على اي رابر في المغرب ونجاوبك. مي العلاقه بينه وبين انكو كانت شويه اكبر من تيم ولا خدمه ولا شي لعيبه. حنا بجوج ولاد درب بدينا استوار بجوج ما تسناش منين نجيو نبدا نعاود لك داكشي اللي برايفت اللي طرا بيناتنا كيبقى برايفت اللي هو وكانت ولا بغا يقولوا لك سير سول. واخا واش نقدروا نعاودوا نشوفوا ايسيس جانج في شي تراك؟ بالنسبه ليا ايرون ثينك سو فهمتي. الحاجه فاش كتهرس ما كتجمعش عاود ثاني صعيب. واخا حيت داكشي بالفيلينغ اصاحبي ما نقدر ماشي حيت باغي نحط معاك راه غنحط معاك فهمتك المعنى زعما. مؤخرا خرجتي واحد التراك سميتو كاميليا ياك؟ البارح. اللي كان كلاش موجه نيش لطوطو ماشي بشي طوطو بحال طوطو تراك موجه بزاف. مي دابا انا فاش حطيت التراك
في 100 وجه بحال طوطو نورمال فهمتي. اه سو كاميليون. علاش طوطو عنده 100 وجه؟ اخويا انت كتعرف صور راسك. وانا كنعرف بلا ما نقلبوا على البيرسونال ديال بنادم كنعرفوا معايا بخير انا بخير. شوف خويا شوف كله كيفاش كيعرف الحاجه. مي انا ما كيعجبنيش الحال فاش كتلاقاني كتولي اخويا غير توحشتك وداكشي وفاش ما في اي انترفيو يعني ما كنت انت كيدير 100 وجه ماشي معايا انا ما بزاف وشحال هذا هو كيكلاش هيك ما اتس كول برو مزيانه راه شوف فاش كنغبر انا بزاف راه كيبقى هو شاد لي هذاك الريتم ديالي في وسط الراب كيبقى مفيق ليا البوبليك صاو مزيانه ثانك يو اي لاف يو برو. ولكن علاش اختاريت هذه السميه ديال كاميليون؟ شوف رغم ان طوطو عارفوا انه غادي يخرج واحد الالبوم اللي سميتو كاميليون ما عندهاش علاقه تقول لي زعما كذا هو نتسرف على ديك اللعيبه انت عارفني ماشي من ذاك النوع. ولكن علاش شنو السبب؟ حيت تراك كان عليه فهمتي وانا كنت اصلا غنلوح تراك في شهر 12 مع الالبوم في نفس النهار ديالو فهمتي. مي جاوا بزاف اللعيبات اللي خربقوا الدنيا. طوطو غادي يخرج الالبوم سميتو كاميليون حيت هو عنده 100 وجه. خويا انا اتينكسو انا شفتها بحال هكا وكل كيفاش انت دابا بانت لك بحال هكا. انا ديما كندوي على راسي اخويا راه ما كندوي على حتى واحد. اه سا ريستون بوان دو فو وحنا كنقدروا اخويا وكنحتارموا البوان دو فو ديالك. برو انا اي دونت لايك تو توك زعما على بنادم ولكن كيجي واحد الوقت كل شي واحد هو براسو زعما كتنساه واش اكزيستي وكيبقى يدوي عليك. تعرفني ما كنتمسكش حتى الراب المغربي. واخا قلت لنا دابا حاليا كتوجد واحد الالبوم ياك؟ ما الالبوم مسالي ديجا. الالبوم هذا شحال يكون فيه من تراكات؟ فيه نورمالي 26 اغنيه فيها 13 دريم فيها 13 تراك. حيت دبل البوم ماشي البوم هو شوف خدمت عامين حطيت بزاف ديال الميوزك وفاش جيت نجلس على الالبوم شفت بزاف ديال البروجيات اللي حرام يضيعوا فهمتي. كان فيهم شويه اللي كنت كان ريبريزنتي دريزي وكان فيهم شويه اللي كنت عايش غيت فهمتي. سو كان من الاحسن اني نحط غيت ودريزي في نفس الالبوم باش نوري الناس راه كنعرف ندير هذه وكنعرف ندير هذه. ولا عجبك هاد السايد من غيت حيت بزاف كيبغي يسمع دريزي فهمتي. كنقول له عجبك دريزي سير لهاد السايد ولا عجبك غيت بقى في هاد السايد اند ذاتس ات فهمتي. يعني درتي الخاطر للبيبليك كامل في هاد الالبوم. ما حيت برو انت عارف كنديروا الموسيقى على ود بيبليك. انت غادي تلاحظ الالبوم هذا خويا كنقول مورا رمضان زعما اديت سبيسيفايد باقي ما تحطش ولكن كنقول مورا رمضان غادي يكونوا فيه دي فيتورينغ ولا غادي ما بغيتش ندوي على لي فيتورينغ وانت ما تسولنيش هذا السؤال حيت انت سامع سو نقص شي حاجه اخرى. لا انا سامع كلك فيتورينغ صافي نقص خلي داكشي سيربرايز. ولكن دابا شوف دابا انا كنهضر معاك دابا كواحد ما كيعرفكش. لا انا ما بغيتش ندوي على هادشي ولكن نقدر نحط تراك ليست محطوطه ديجا من الاول فهمتي. حيت من دابا لمورا رمضان تقدر اي حاجه تبدل ونقدر نبدل شحال من تراك يقدر يتبدل زعما فيت بزاف د اللعيبات سو خلي داك الشيء حتى الوقيته ديالو غيخرج اوفيشال. خلي داك الشيء الراقد نقو اوكي بترابي هنا عيش اسمع سالم ستريت ارت سمعنا باللي موجد لينا شي فري ستايل انت اللي غترابي ماشي انا اللي غرابي. انا لا ما موجد والو والله ما موجد والو ولكن اطلق لينا شي حاجه من التخت ديال التخت. مزكنا العالم من الف ستاك ماشي بالكيف في فتا فلوات اللي كيفتا اللي طلع بالحيس قطع لسان الزامل بوك فتا صوتيت البريز وسمح لي دام الكارت وصمك داك نقول اللي كاين اخي انا اللي كاين ديجا قلتها دريزي الجرينجو دابا انت باقي دريزي الجرينجو ياك ديما اجرينجو ديما حريزي ديما انت حريزي الاصل اصلا ياك الوالده والوالد سمعش باللي بعد مرات كيطلع لك داك دريزي الحريزي طلع لك دريزي الحريزي صافي
مش هذاك ديال المشاكل خليه صافي. جبت لك المشاكل هذاك صافي كنخسر بها الناس والله واخا صافي. كاين بزاف اللي كعاود كعيط معاهم على ستوبيد ستاف فهمتي، ولكن كتبقى مساله ديال برينسيپ، يو ريسبكت مي اي ريسبكت يو صافي صافي. اللي بغيت نقول لك هو انك كدير واحد اللعيبات ديال الذكاء الاصطناعي تخربقات بحال من غير الراب كدير شي لعيبه بحال. بغينا نعرفوا شنو داكشي اللي كدير اكزاكت. شوف ماشي انا كنخدم نورمالي كنخدم في ارتيفيشال انتيليجنس ياك الانتيليجنس ارتيفيشال في واحد الكومباني سميتها ترو فيس بيست في سيليكون فالي، هي واحده من احسن شركات الفيس ريكوجنيشن في العالم فهمتي. تدوس الامارات انت يا قاعد شي فشي ايكول ديال لونغلي ماشي جديد في الامارات وكنت كنقرا لهم في المدرسه زعما ماشي قريت ايكول ديال لونغلي. واخا السي دريزي سمعنا مؤخرا الف واحد الانترفيو قالت لهم باللي انت اللي كتبتي لها التراك ديال ياليل ياك، يعني انت هي كتكتب لي زارتيست. برو شوف شوف I don't know ما عرفتش كيفاش نقول هادشي، مي عيالي كتبناها بجوج كنا في ستوديو بجوج فهمتي. هو انا هو اتس ا بروجيكت اللي خدمتو انا مي تاهي عندها التاتش ديالها فيه صافي. واش كتكتب لدي زارتيست اخرين؟ شوف خدمت مع بزاف في البوب اندستري زعما السوبر ستارز ديال البوب اندستري، مي انا ما عمرني خرجت وقلت راه خدمت هالتراك لهذا ولا خدمت لهذا، مي متى عيالي الراي اللي قالتها ماشي انا اللي قلتها فهمتي. واخا يعني دابا شي واحد اللي بغى يكتب شي تراك ولا شي حاجه من غير واخا من غير الراب يقدر يجي عندك. نو برو انا ام نوت ا غوست رايتر، هذاك الشيء زعما كنتلاقاو في ستوديو شي خطرات كيجي داك الفيلينغ ولا كيكون عندك شي تراك اللي انت حاطه وما كملتيهش كيجيب شي واحد وكتكملوا ليه وصافي اتس بيزنس وصافي دايز. واخا مي ماشي خدمه اللي كنديرها ما تجيش عندي تقول لي اكتب لي او نكتب لي كتب لي انا. تريزي الالبوم اللي غادي تخرج شكون هما لي كومبوزيتور اللي خدموا معاك في هذا الالبوم هذا وشكون فين سجلتيه؟ كاين بزاف كاين بزاف وتسجل في بلايص اخرى، مي شاروت مع هوم بويز كيزو حيت هو اللي كان شاد زعما السايد ديال البيتس كامل، واخا كنكون مع شي اذر بيت ميكر ولا كومبوزيتور كان سكيزو اللي كيتكلف بالفيلم. سكيزو هو اللي كيخدم مع الدراري ديال السي بي كات ياك؟ بصراحة ارتستيك لسات واعر. كيعجبك انت في الخدمة ديالو؟ كيفهمني فهمتي حيت شوف دي اذر سايد ديالي اللي هو غيت اللي هو الكوميرشال ماشي حتى كوميرشال عادي عنده شوية واحد تريستي فايبس فهمتي، وما كنلقاش بزاف اللي كيعرفوا يحطوا لي هذاك الشيء اللي كنبغي. دابا ولينا كنشوفوا دابا بزاف تاع لي رابور كيسينوا مع دي لابيل مع دي شركات كبار. واش ما جاكش شي عرض تاع شي سيناتور الالبوم ديالك شي لعيبه؟ ماشي على قصه عرض ولا شي لعيبه، جاني عرض واعر ولكن في الاخر كنت كنلقى زعما البرودكشن الفلوس اللي عطيني في البرودكشن يلاه غتحط لي الالبوم وداك الشيء اللي غيبقى ليا في الاخر في البرسنتجز اتس تو لو فهمتي. المساله زعما انا ما كنتش مزك الفلوس من الاول ولكن باش تكمل في موسيقى راه خص تدخل ياما بوان حيت كتبقى تخرج من جيبك بزاف كتمل في واحد الوقيته. سينيتا ديستريبيوشن ديل مع فيمس كومباني بلا ما نسميها دابا حتى الالبوم يعرفوه الناس صافي وغادا من نهار الاول اصلا كنديروا داك الشيء. شحال عطاوك في الكاش؟ يا ما عطاوني والو والو ما عطاوك والو انت قول اصاحبي قبل ما نقول لك دبر عليا ولا دور معايا. دبر عليك دبر عليا صافي هما نقولوا السميه السميه ديال شكون هنا لا صافي السميه ديال الله كنتي عارفه كنتي عارفه نقول وصافي انا عارفه بلا ما نقول. المهم انا اللي عارف عطاني العلاقه صحيحه معاك هو اللي عارف انا ما عاطيني والو. المهم انا غدبر عليه ولا غنقول لهم سميت اللعيبات اللي سيناو صافي قطعوا الريكورد نسالوا الحلقه دبر عليا بزبال والله والله تندبر عليك سيت. دريزي شي كلمه اخيره للجمهور ديالك حيت كما كتشوف طاح الظلام عطلتينا خويا كنا بغينا نصوروا مع الجوج العشيه استقنا مصورين حتى الست العشيه ما عليناش كامل ماشي مشكل انت ديالنا وخونا. شنو هو الكلمه اللي بغيتي توجه لي فان ديالك اللي كيتسناو فيك؟ خصني نفكر شي شويه. لا لا بلا ما تفكر داكشي خصو يكون سبونطاني من الاول صافي. لا نو ام جوكين والله. شوفوا جايز اي ريلي لاف يو جايز واللي كيعجبني هو في كل مره كنغدر وكنرجع حيت ما شوف انا كندير موسيقى بمورال راك عارف داكشي نقدر نغبر عام نقدر ما نغبرش انا وكانتي صافي كل مره كنرجع كنلقى نفس الفان بيس لويال كيتسناوك تلوح وكيسبورتيك وكل شيء. ضروري ما كتلقى الكريتيك ضروري ما كتلقى بزاف لعيبات مي برو لا لا ما كانش لما كانش الهضره مورا ظهرك راك ماشي في التراك الصحيحه فهمتي. ذاتس ات زعما ما الله يسهل على اي رابر على اي واحد اللي كلاشيتو ما يكعاش داك الشيء راه من باب حب الدعابه وصافي فهمتي. انا لاف يو اول جايز براتش يا هوم بوي دريس. وشنو كتقول للناس اللي ما كيعرفوش ستريت ارت اللي اول مره غيشوفوا هذه الحلقه هذه؟ كاع لا تفرجوا في هذه الحلقه هاد السيد كذاب نصاب منافق لا كنضحك معكم خويا هذا ستريت ارت مقاوده وهذا اتس ذا ثيرد انترفيو زعما ثالث انترفيو ديالي في ستريت ارت.
I love you guys. شوف عليكم الخوت وجل انك تسالي الحلقه ديالنا نتلاقاو في حلقه جديده هنا كتبدا السهره ديالنا وكتسالي الحلقه كتسالي الحلقه ديالنا وكتبدا السهره ديالنا وما كفرشينا لا لا ما كاين والو الدراري راه كنطلقوا مدام باي باي سعود كندخل الدار ان شاء الله والدراري ان شاء الله نتلاقاو مع حلقه جديده مع ضيف جديد في الراب ان ذا كار فور ايفر وي ار ستريت ارت يا